شكرا لك زميلتنا علا ابو خضر، واكيد مكفيين بباقي فقراتنا الصباحيه. وهلا لوين سلمى؟ هلا رح نروح لفقره التغذيه سالي وشويه نصائح لمرضى السكري. فيعتبر الداء السكري هو من الامراض المنتشره بشكل كبير بين البشر، وعلميا يتصف داء السكري باضطراب الاستقلاب وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون الانسولين او انخفاض حساسيه الانسجه للانسولين، وكلا الامرين يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أكيد سلمى، إلا أنه مريض السكري يمكن أن يتخذ خطوات معينة للسيطرة على المرض وخفض خطر حدوث المضاعفات. تتلخص تلك الخطوات في خفض الوزن وكثرة الحركة وطبعا الأدوية أو الأنسولين حسب الحالة أو نوع السكري. اليوم رح نتحدث عن الغذاء المناسب لمرضى السكري والحميات الواجب عليه اتباعها لتكون مساعدة للدواء ومكملة له بضبط سكر الدم، مع أخصائية التغذية الدكتورة إيفانا خضر. يسعد صباحك دكتورة. صباحكم يا هلا. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. خلينا بالبداية نحكي عن السكري أنواعه ونفصل شوي يعني الفرق بين النوع الأول والنوع الثاني. هلا بشكل عام دائما الجسم بيحاول انه يحافظ على مستوى سكر الدم يكون ثابت، وهذا الشيء كثير مهم بالنسبه للخلايا الدماغيه وللجهاز العصبي انه يكون مستوى سكر الدم يكون ثابت. طيب هو طبعا المستوى الطبيعي بيكون بين ال 60 ل 100 ملي جرام بالديلي، هذا الطبيعي عند كل البشر. طيب شلون السكر بصير بالجسم؟ شلون بيتكون؟ شو آليته بالجسم؟ هون نحن لما أساسه هو لما نتناول الطعام، فنحن لما نتناول بيتحول الطعام لجلوكوز، هذا الجلوكوز بيروح على الدم، بترتفع مستوى السكر بالدم، ببلش إفراز الأنسولين وبيرتفع الأنسولين بالجسم، هون وقتها بيخلي الجسم إنه السكر اللي صار عنا يدخل على الخلايا يعطينا الطاقة نستفيد منه، وبصير وقتها عنا هون الوقود اللي هو دائما الجلوكوز وقود الجسم والدماغ. طبعا الزايد منه نحن اخذنا حاجتنا، الزايد منه بيروح على الكبد بيتخزن لاحقا يستخدم بالمستقبل. تمام، نحن حكينا عن السكر كيف بيتكون بشكل اساسي، النقص او الزياده. نحكي اول شيء عن نقص السكر بالجسم، كيف بيصير في نقص سكر وكيف بيتم طريقه علاجه؟ تمام، نقص السكر هو عباره نحن اذا تاخرنا انه اكلنا الفطور او اكلنا وجبه طعام بيصير عندنا نقص بالانسولين، بيروح بيتولد له نقص بالسكر، مستويات السكر بالدم، فالجسم هون بيلاقي في عندنا مشكله في نقص سكر، بيروح على الجلوكاجين اللي هو السكر اللي تخزن بالكبد، بيصير بيستهلكه بيحطمه عن طريق هرمون الجلوكا، بيصير عندنا مشكله هون، صار في عندنا خلل نقص السكر لانه اخذنا شيء نحن تاركينه لاشياء ثانيه. بنلاقي انه من اهم اعراضه لنقص السكر عشان نميز اللي هو التعرق، الصداع، الجوع الكتير كبير، التعب وهن كتير مو طبيعي اللي بيصير الواحد بيرتخي، عصبية زايدة أحيانا، هاي طبعا إذا بينزل السكر عن 60، أما إذا وصل للأربعين ممكن تفوت بكوما ونفوت هي في نسب معينة. تمام 60 لأنه الطبيعي لنا بين 60 و100، فإذا صار عندنا 60 ونزل بشوي بصير معنا الأعراض نعرف صار عندنا نقص سكري، أما إذا وصل للأربعين ميلي جرام بصير عندنا كوما وبصير عندنا غيبوبة وبصير بقى بدنا حماض ومشفى وقصص ثانية. هلا هاي بالنسبه للاعراض، بالنسبه لعلاجه كثير مهم، هو في مجموعه مبادئ اساسيه لازم نمشي عليها. الاشخاص اللي عندهم نقص سكر او بتنزل السكر بصير عندهم هبوط سكري، لازم دائما عم ياكلوا وجبات خفيفه متعدده، تقريبا بين 5 ل6 وجبات، وجبات خفيفه بين الوجبات الاساسيه، يعني كل شوي ياكلوا، ابدا ما لازم يتناولوا وجبه كبيره فرد مره، بيقعدوا مثلا انه والله ضخت انا او صار عندي هالاعراض بيقعدوا على وجبه كبيره كامله، هذا كثير خاطئ، لانه اوكي حيرتفع عندنا السكري فجاه، سكر الدم حيرتفع عندنا الانسولين افرازه فجاه، حيصير الجسم عنده تشوك صدمه، بصير عندنا شيء اسمه نوبه نقص السكر، ما رح يرتفع، رح نفوت بشيء ثاني هذا ممكن يؤدي لمشفى، فمشان هيك لازم نحن نتناول وجبات متعدده وخفيفه كميات، لازم نبتعد كثير او نخفف كميه الكربوهيدرات اذا كنا بدنا ناكل الوجبات المتعدده. تماما النشويات، لانه هي شو بتعمل نفس مبدا نقص السكر عندنا، مثل مثلا الحلويات بتبعد عنا، المشروبات الغازيه بتبعد عنا، حتى عصير الفواكه للشخص اللي عنده هبوط سكري لازم ما يشربه.
كثير يبتعدوا عن الكافيين او يخففوا، لانه بيعمل نفس اعراض نقص السكر، بصير واحد ما عاد يميز بقى معه نقص سكر ولا زياده كافيين للاشخاص اللي معهم هبوط سكري. بالنسبه للكحول يفضل انه ما يشربوا، ليش؟ لانه بيعارض او بيضعف من عمل الكبد، ومن الكبد اصلا اساسه انه ينظم السكري، بصير عندنا مشاكل ثانيه اذا ولا بدهم يشربوا مو على معدة خاوية. طبعا دكتورة، يعني أكثر شيء بيتداولوا الناس اللي هو الوجبات، مثل ما قلتي إنه الواحد يتعدد الوجبات، مفهوم الوجبة الخفيفة هذا لازم كتير نحكي عنه، لأنه في ناس مثل ما قلتي بتقعد على وجبة كبيرة، إنه أنا مريض سكري قايل لي الدكتور أكل 5 وجبات، فشو يعني وجبة خفيفة؟ يعني هلا مثلا شخص ياكل تفاحة هي تعتبر وجبة خفيفة؟ خلينا نعرفها لو سمحتي، وكيف خلال اليوم لكل يلي عم بيتابعنا. تمام، هلا بالنسبة للوجبة الخفيفة للأشخاص اللي معهم سكري، هي يفضل أن تكون من مصادر النشويات أو الكربوهيدرات، اللي هي قطعة فواكه، هاي هي، أو ممكن شوية بوشار قليل الزيت. أما شيء تاني لا، نحن دائما كتير بدنا ندعم أنه نعدد مصادر الكربوهيدرات والنشويات عشان ما يقعدوا فرد قاعدة ياكلوا. عملي صندوشة صغيرة. طب أوكي ممكن كمان. شو صندوشة صغيرة؟ لا، هاي صندوشة ممكن حنعملها على الفطور، تمام، أنه تكون حصة كربوهيدرات مع نوع من اللبن أو الجبنة أو حسب، أو مثلا كاسة حليب أو شيء، أو حتى بيضة. اما بالنسبه للوجبه الخفيفه دائما لازم تكون قطعه فواكه عشان نسد كمصدر كربوهيدرات او نشويات هن بحاجه لهم. دكتوره حكينا عن نقص السكر، خلينا نحكي عن زياده السكر كمان، كيف بيصير في زياده سكر بالجسم وكيف يتم علاجه؟ اللي هو فينا نقوله السكري، اكثريه الاشخاص معهم هبوط السكري، عددهم قليل اللي عندهم اياه، اكثر الاشخاص بيصابوا بالارتفاع. أهم أعراضه اللي هي نشفان، عطش دائم، تكرار بالتبول، نقص وزيادة وزن، نقص وزن. هلأ نحن بهالحالة شلون ممكن نعمله مخبرياً؟ مخبرياً ممكن نحن نلاقي أنه إذا حللنا طبيعي، متأكد أنه هو بالنسبة للسكري طبعاً النوع الثاني اللي هو الارتفاع، دائماً إذا حللنا لازم يكون بعد 12 ساعة صيام بده يكون النتيجة 100 ميلي جرام. أما إذا كان بعد ساعتين الصيام، يعني آكل وصايم ساعتين وبيروح بيحلل، لازم يكون 140 ميلي جرام عدلي. هلأ شلون نقول هذا معه سكري؟ إذا صايم 12 ساعة وعمل تحليل وطلع معه 126 السكري عنده بالدم، هذا معه سكري. إذا كان صايم ساعتين وطلع معنا 200 ميلي جرام عدلي، فهذا معه سكر، ارتفاع سكر طبعا. طيب أوكي، نحن شلون ممكن نعالجه بالغذاء؟ لأنه طبيا فهذا بتدخل طبيب الغدد والسكري، أما أنا كاختصاص تغذية ممكن أنا أقول لهم أول شيء لازم يغير نمط حياته، نمط نشاطه الغذائي، نشاطه الفيزيائي، نمط الغذائي تبعه كله بده يتغير. لازم إذا كان صحته منيحة ينزل بنسبة 5-10%، لأنه هو أساسه أنه السكر ويصاب يكون عندهم بدانة. كمان مثلا انه كثير مهم نقص الوزن، يلعبوا رياضه، يغيروا مثل ما قلنا النظام الغذائي تبعهم، الغذاء تبعهم ممكن نحن يبلشوا بسعرات حراريه هي عباره عن 2000 سعره حراريه باليوم للاشخاص اللي معهم سكري. طيب شو هي ال 2000 سعره حراريه؟ شلون بتتلخص؟ بتتلخص فطور غدا عشاء وجبتين خفيفات، 5 وجبات يعني. طيب شو هن الفطور لازم يفطروا؟ منبلش بالحصص الكربوهيدرات نشويه تكون بين 3 و4، 2-3 نشوية اللي خبز، ممكن قطعة فواكه وحليب، هاي على الفطور خلصنا منه. السناك أو الوجبة الخفيفة تكون كربوهيدرات أو حصة نشوية اللي قطعة فواكه، الغداء كمان يكون بين 3-4 كربوهيدرات، حصص كربوهيدرات، 3 نشويات، وطبعا قطعة فواكه، ياكلوا خضار، حصة خضار، حصة دسم، و3 حصص لحمة. طبعا 3 حصص بتكون مثلا 3 قطع لحمة ممكن هاي الحصة تكون. مثلا كمان عندنا الوجبة الثانية الخفيفة هي اللي بتكون قطعة الفواكه، الوجبة الأخيرة اللي هي 4 حصص نشويات، حصتين لحم، حصة دسم، حصة خضار. هيك بيكون هن بقى ب2000 حريرة حينزل وزنهم. لما بننزل الوزن معناتها هذا أدى إلى تنزيل مستوى سكر الدم، أدى لتنزيل الشحوم، أدى لتنزيل حتى الضغط، وهون وقتنا نحن بصير بالسيفتي سايد. طيب دكتورة خلينا ناخذ منك نصيحة أخيرة، وخصوصا بيجينا أسئلة أوقات إنه في بعض الأشخاص غير قادرين على إنه هن ينضبطوا بالنظام الغذائي، أو ما هنن قدرانين لأسباب صحية أخرى إنه يعملوا نظام رياضة لحتى ينحفوا، وعندهم سكري، شو الحل أو شو النصيحة اللي بتوجهي لهم إياها بالغذاء بالذات لحتى يقدروا يحافظوا شوي على نفسهم؟ كتير مهم إنه هن يفطروا
وما يتركوا حالهم لفتره طويله الاشخاص اللي معهم سكري انه بدون اكل، لانه رح يصير عندنا يا هبوط يا ارتفاع، في عندنا مشاكل بافراز الانسولين، الهرمونات كلها حتتخربط، الاستقلاب، وهن الاشخاص مريضين، فهن لازم كثير يهتموا انه كل شوي ياكلوا، ما فيهم يلعبوا رياضه، ممكن ولو نص ساعه باليوم مشي، اعمال منزليه اذا كانت ست بيت مصاب بالسكري. بالنسبه بس بدي احكي على الاطفال، كثير بدهم ينتبهوا انه الاشخاص الاهل اللي يكون عندهم سكري انه ما يصاب ابنهم بالبدانه او يكون عنده صحة، لأنه يعني ممكن لقدام يصاب سكري. بالسكري يبعدون عن الشيبسات والبيبسيات وهذا الأكل اللي كتير والدسم، حتى اللي معهم أشخاص السكري يخففوا بالنسبة للدسم. الكربوهيدرات يتناولوها بشكل متعدد خلال النهار، يكتروا شرب مي، الفواكه كتير مهم يتناولوها بس مو أكتر من قطعتين، لأنه كمان السكر تبعه الزايد ممكن يأذيهم. دائما يحافظوا ان يكون عندنا 5 وجبات اساسيه باليوم، وهيك بشكل عام دائما طبعا يكون في، تذكرت انه لازم كثير يراجع دكتور الاخصائي الغدد والسكري، ويكون ارتباط مع اخصائي التغذيه، مو لحالهم يعملوا اي نظام غذائي لانه هن مريضين سكري، ففي كثير معلومات يمكن ما يعرفوا، تمام، توجيهات ما يعرفوها. شكرا كثير لحضورك معنا دكتوره، وبنتشكر المعلومات اللي قدمتيها، ويسعد صباحك وصباحكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا دكتوره ايفان.